أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب، حيث يعود قطار البرنامج لمواصلة التجوال والترحال، ولكن هذه المرة في ربوع الوطن، حيث انطلقت البطولة المغربية وفيها سيحلو التنافس بين الأندية الوطنية، ونحن لهم هنا بالمرصاد لنرصد لكم المتعة والتشويق التي ننتظر أن تطبع هذا الموسم. اربطوا أحزمة الأمان لأن قطار ملاعب انطلق، والبداية بأبرز العناوين. وفي العناوين، نادي حسنية أكادير يكتفي بالتعادل مع ضيفه الجيش الملكي وبهدف في كل شبكة في أول لقاءات الموسم الكروي الجديد. ومصادر صحفية تؤكد اقتراب النجم المغربي سفيان بوفال من الانتقال لنادي ساوثامبتون الإنجليزي مقابل نحو 30 مليون يورو. وقرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تضع مانشستر يونايتد في مواجهة قوية مع فنربخشة التركي وفاينورد الهولندي. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ويسرنا أن نرحب باسمكم بمحلل البرنامج محمد أمين بن هاشم. بن هاشم مرحبا بك. مرحبا نوفل ومرحبا مشاهدي الكرام. توحشت البطولة. فعلا توحشنا البطولة واشتقنا لها كثير والتشويق ديالها. أكيد، إذا التشويق ربما لم يبدأ لحد الساعة، ولكن بانتظار باقي مباريات الجولة الأولى. رغم أن مباراة الأمس كان فيها نوعا ما تشويق، خلينا نستبشر خير بمستوى البطولة. صحيح، الأندية استعدت على كثب، كل حسب إمكانياتها، ولكن ربما غياب الجمهور تبقى النقطة السوداء التي كانت في لقاء أدرار يوم أمس بين الحسنية. بداية البطولة الناس في عطلة، شهر غشت غالبا ما كل الأسر تسافر، فأظن أنه مع الجولة الثانية غادي نشوفوا حضور جماهيري أكثر. إن شاء الله، إذا البداية مشاهدينا ستكون كما العادة بفقرة ميادي. انطلق مساء أمس الموسم الرياضي الجديد من بطولة اتصالات المغرب لكرة القدم بلقاء جمع نادي حسنية أكادير بضيفه الجيش الملكي، وانتهى بالتعادل وبهدف في كل شبكة. المباراة التي احتضنها ملعب أدرار لم تشهد حضورا جماهيريا كبيرا كما كان عليه الحال في جل لقاءات غزالة سوس في المواسم الماضية. وبالعودة لتفاصيل المباراة، تمكن نادي الجيش الملكي من التقدم في الدقيقة 21 عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عبد الرحيم شاكر، إلا أن أبناء المدرب عبد الهادي السكتيوي سيتمكنوا بعد الاستراحة وتحديدا في الدقيقة 77 من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب المهدي أوبيلا وعبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ويبحث نادي غزالة سوس هذا الموسم عن تحقيق أحد الألقاب المحلية أو ضمان مركز مؤهل للمسابقات الأفريقية، وهو ما ينطبق أيضا على العميد الذي استعد بشكل جيد للموسم الحالي وعزز كتيبته البشرية بمجموعة من اللاعبين، كما حافظ أيضا على جهازه الفني بقيادة المدرب عبد المالك العزيز. ونتابع وإياكم الهدف الجميل لأوبيلا والذي جاء في الدقيقة 77 ومنح حسنية أكادير نقطة ثمينة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد. اقترب الدولي المغربي ونجم نادي ليل الفرنسي سفيان بوفال من الانتقال لنادي ساوثامبتون الإنجليزي، وذلك وفقا لما تداولته بعض الصحف الإنجليزية وكذا الفرنسية. وقد تصل القيمة المالية لعقد بوفال إلى نحو 30 مليون يورو. وعلى الرغم من إصابة النجم المغربي وخضوعه لعلاج مكثف في أحد المراكز الصحية بالعاصمة القطرية الدوحة، لأنه تلقى مجموعة من العروض القوية ومن أندية أوروبية وازنة، إلا أن مفاوضات ليل مع ساوثامبتون وصلت لمراحل متقدمة، حيث سبق للنادي الإنجليزي أن قدم عرضا ماليا وصلت قيمته المالية لعشرين مليون يورو. ويصر المدرب الفرنسي كلود بويل على التعاقد مع الموهبة المغربية، خاصة بعد البداية السيئة التي بصم عليها النادي. اعتبر رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى السيد عبد السلام أحيزون أن غياب الميداليات في أولمبياد ريو 2016 لم يكن مطابقا لطموحات جامعة ألعاب القوى. وذكر بلاغ للجامعة أن السيد أحيزون اعتبر في كلمة ألقاها بمناسبة استقباله بمقر الجامعة أول أمس لوفد ألعاب القوى العائد من البرازيل، اعتبر بأن غياب الميداليات لا يطابق طموح الجامعة الخاص بألعاب ريو. ونوه أحيزون في الوقت ذاته بالمشاركة المكثفة النوعية والنظيفة التي تميزت بها ألعاب القوى الوطنية في هذه الدورة، معتبرا أيضا أن هذه المشاركة أعطت بارقة أمل لألعاب القوى الوطنية.
اقتربت التشيكية بيترا كافيتوفا المصنفة السادسة من الفوز بلقب بطولة نيو هيفن للتنس للسيدات وللمرة الثالثة على التوالي بعد تأهلها للدور نصف النهائي على حساب الروسية إيكاترينا ماكاروفا. وستلتقي كافيتوفا في الدور قبل النهائي مع البولندية أجنيشكا رادفينسكا المصنفة الأولى والتي لم تجد أي صعوبة في الفوز على منافستها البلجيكية كيرستن فيربكنز بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-1 و6-4. وفي دور الثمانية أيضا فجرت السويدية يوهانا لارسون المتأهلة من التصفيات مفاجأة كبيرة بعد فوزها على الإيطالية روبرتا فينشي المصنفة الثانية بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-1. العالم السرعة حيث انفرد الألماني نيكو روزبرغ سائق فريق مرسيدس بصدارة جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة 13 من بطولة العالم للفورمولا 1. وقطع روزبرغ مضمار حلبة سبا فرانكورشان الشهيرة في زمن بلغ دقيقة واحدة و48 ثانية و348 جزءا بالألف من الثانية ليتفوق بفارق وصل ل 730 جزءا بالألف من الثانية على زميله في الفريق البريطاني لويس هاملتون بطل العالم ومتصدر الترتيب العام. وسجل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فريق فيراري والذي سبق له الفوز بالسباق البلجيكي 4 مرات سجل ثالث أسرع زمن في السباق. في المقابل احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس انديا المركز الرابع تلاها الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري. إذن مشاهدينا بتألق روزبرغ في بلجيكا نصل لختام فقرة ميادين ونذهب لمناقشة ما جاء فيها معك أمين. يعني البداية كما قلنا بالشوق والحنين للبطولة الاحترافية التي أعطيت انطلاقتها يوم أمس من خلال لقاء حسنية أكادير الجيش الملكي. بصراحة ماذا تتوقع من هذا الموسم؟ دعنا من تفاصيل اللقاء، دعنا من تفاصيل المباريات المقبلة، كمتابع كأحد الفاعلين في المشهد الكروي المغربي مدرب لعدد من الأندية الوطنية في القسم الأول وحتى في القسم الثاني، يعني لديك تجارب وخبرات تؤهلك لكي تحكم ربما على المواسم الاحترافية الخمسة التي سبقت والموسم الجديد الذي ننتظر منه الكثير. هو كان نوعا ما تذبذب في مستوى المواسم السابقة بحكم عدد الانتقالات ما بين الفرق بخصوص اللاعبين. هذا الموسم كان هناك استقرار نظرا لعدة عوامل أهمها الأزمة المادية، بالتالي أغلب الفرق احتفظت بالتركيبة البشرية للعبات بين الموسم الماضي، إذا هناك استقرار تقني. كذلك أغلب الأندية احتفظت بالمدربين الذين أنهوا الموسم الماضي. الأجانب 4 من أصل 9 أمين، 4 أجانب من أصل 9، أصل أجانب من أصل 16 و12 مدرب مغربي. الموسم الماضي كان 9 مدربين أجانب و7 مغاربة. إذا الاستقرار التقني فيما يخص المدربين وكذلك التركيبة البشرية موجود، لهذا فأظن أنه هذا الموسم سيكون مستوى تقني أحسن بكثير من الموسم الماضي. ماذا عن الأندية التي تعاني أزمات مالية وتسعى إلى التشبيب؟ وعندك يعني أمثلة كثيرة جدا أنطرق لها فيما بعد، ولكن هل يضر ذلك ربما بتلك الأندية خاصة أنها تنضوي تحت لواء الأندية التقليدية التي توجت بألقاب عديدة داخل الكرة المغربية؟ لن يضر لأنه احتفظت بالتوابت الأساسية، العمود الفقري لهذه الفرق لازال موجود، وبالتالي فالانتدابات اللي ما كانتش كثيرة كان فقط تصعيد عدد من اللاعبين الشبان ما يكونش عنده تأثير سلبي كبير، بالعكس سيكون له تأثير إيجابي في المنافسة. هذا ما نتمنى. إذا إن شاء الله قصة شريط البطولة الاحترافية بطولة اتصالات المغرب يوم أمس بلقاء جماعة حسنية أكادير الجيش الملكي. الحسنية الذي يعني تعود على بدايات موفقة صراحة الموسم الماضي، استقبل شباب الريف الحسيمي تمكن من الانتصار عليه، اليوم كان يود أن ينتصر على العميد ولكن فوجئ بضغط ربما عسكري قوي جدا منذ بداية المباراة. عبد الملك العزيز ربما أعد العدة لهذا الموسم بشكل جيد معتمد على عدد من العناصر الأساسية. جس نبض كان من طرف الجيش وليس من الحسنية، هدف يأتي فيما بعد عبر شاكير العميد الذي يعني دائما وأبدا متخصص في الكرات الثابتة يترجم ركلة جزاء احتسبها التيازي الذي يقود أول مباراة في البطولة الاحترافية، وشاكير يسجل أول هدف في موسم الكروي المغربي 2016-2017. فعلا بالأمس كانت مباراة مشوقة، ظهر الجيش الملكي في الشوط الأول منظم أكثر من فريق حسنية أكادير. عبد الملك العزيز أشرك عدد من اللاعبين الذين استقطبهم كعملود على المدافع الأيمن. الشيخي استغل تهاون الزيدي وبالتالي اصطاد ضربة جزاء مستحقة. تألق الموسم الماضي وأخذ رسميته مع عبد الملك العزيز، بدأ صحيح مع رشيد الطوسي
حين كان مع الجيش الملكي، تابع مع روما، ولكن التألق واللمعان كان مع العزيز. لم يكن لاعب رسمي مع رشيد قوسي وحتى مع جوزي روما، ومع العزيز أصبح لاعب رسمي وضمن المكان ديالو. حتى العزيز ما بغاش ينتدب أي مدافع أيسر لثقته الكبيرة في اللاعب الشيخي، وبالأمس كان أداء مميز جدا. من العيون هو ابن المناطق الجنوبية فعلا. تيبقى أنه الإصابة اللي أثرت عليه وبالتالي تم تغيير ديالو في الشوط الثاني. هذا الهدف الجميل، ركلة ركنية، أوبيلا صاروخ أرض جو. أوبيلا كنت أحد المتابعين ديالو في قسم الهوات مع فريق شباب المحمدية، وكان يمتاز بالتسديد القوي، أتيحت له الفرصة الموسم الماضي وسجل عدد من الأهداف. هذا الموسم يؤكد قوته في التسديد وبالتالي هدف أصبحت رائع عندنا جدا. استراتيجية التسديد عن بعد، يعني هناك في الفتح الناهيري الذي هو الآخر مدفعجي الفتح الرباطي روبرتو كارلوس الفتح، الآن أوبيلا بهذه التسديدة التي ليست هي الأولى أكيد في البطولة الوطنية، وسبق له التسجيل بتلك الطريقة. أسلوب محبذ من المدربين، وغنشوف لقطة العناق مع عبد الهادي السكتيوي، لقطة رائعة جدا يعني. أنا خربقتك. لا بغيت نعلق عليها وأمم نتكلم على التسديد عن بعيد كاستراتيجية متبعة من المدربين المغاربة. لقطة عناق من أوبيلا والسكتيوي اللي مسكين، فعلا احتراما للمدرب لأنه شفتي الحالة ديالو كانت صعبة جدا امبارح. صعب جدا أنه عايش مع المباراة، وهذه حالة أغلب مدربي المغاربة لأنه صعيب الضغوطات الكبيرة اللي تعيشوها خصوصا. ولكن علاقة السكتيوي مع اللعبة ديالو أبوية، فعلا علاقة أبوية كبيرة جدا. الموسم الثالث يقبل وجدد عقده، لازال على علاقة مع جل اللاعبين الذين درناهم وانت منهم بطبيعة الحال. فأوبيلا يمتاز بالتسديد. كاين عامل نفسي مهم جدا، وهو أنه الجامعة استثمرت في كرات، لأنه قبل كنت تدرب بكرات والمباراة تلعب بكرات مغايرة جدا. صحيح. فهذا عامل نفسي مهم أكثر ما هو تقني، أنه لما تدرب بنفس كرات لا تلعب بها المباراة فتلقى لروبير. إذن هذا عامل ايجابي جدا لكره القدم الوطنيه. زيد على ذلك حتى التدريبات، لانه تنعرف عبد الهادي السكيتيوي في التدريبات ديالو يصر على التسديد من بعيد. اذا مباراه جميله، مباراه توحي بموسم جيد ان شاء الله، وايقاع مرتفع، لانه شفنا الفريقين اخذوا رد من الفريقين، مركز للدفاع، فالفريقين كانوا لاعبين لاعب مفتوح جدا. عجبتني التيكي تاكا العسكريه الجيش الملكي حتى ان شاهدت الهدف كيف وصل وكيف تحصل على ركله الجزاء، انتقال سلس للكره من اليمين ومن اليسار، انتقال سلس عبر الكرات العرضيه، يعني صراحه اساليب تقنيه وتكتيكيه كانت رائعه من الحسني ومن الجيش الملكي. اتحاد طنجه يواجه الدفاع الحسني الجديد، الاتحاد بحله جديده، هو الاخر يعتبر من اكثر الانديه ان لم يكن اكثر الانديه الوطنيه انفاقا في فتره الانتقالات الصيفيه، وحدث ولا حرج على الاسماء التي تم استقطابها وتفضل. فعلا اتحاد طنجه بوجه جديد هذا الموسم، لانه الموسم الماضي كان مفاجاه، هذا الموسم عليه تاكيد من نتائج الموسم الماضي، بالتالي فقام بانتدابات كبيره جدا ممكن تخليه انه ينافس، بل اكيد سينافس على لقب البطوله وعلى المراكز متقدمه في الدوريات القاريه، اعتقد في كاس الكونفدراليه الافريقيه. اذا انتدابات كانت قويه جدا في جميع الخطوط فيما يخص الدفاع، وسط الميدان، وحتى الهجوم، وحتى حراسه المرمى. استخدام امسيف حارس المنتخب الوطني، نتحدث عن اسماعيل بالمعلم مدافع الرجاء الذي وصل لنهائي كاس العالم للانديه، نتحدث على يونس الحواسي الذي لعب في الوداد، لعب في قطر، لعب في المغرب تطوان، بوميديان هو الآخر، الثيون السنغالي أيضا يقال بأنه لاعب من الطراز العالي، فهناك عمر منصوري، منصوري عادل مسكيني، عدد صحيح. كبير من اللاعبين، مهدي بلطام، عدد كبير من اللاعبين اللي عندهم تجربة كبيرة سواء في البطولة الوطنية وحتى في المنافسات القارية. طنجة شكله تغير، طنجة قدم موسم مفاجئ مع عبد الحق بن شيخ الموسم الماضي، تمكن من تحقيق نتائج إيجابية، كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب البطولة الاحترافية. ولكن طنجة على مستوى البنى التحتية، شاهدتم بالأمس ربما وتحدثت مع الزميل أسامة النجار حول افتتاح أول مسجد رسمي لنادي اتحاد طنجة، يعني هناك خطوات داخل فريق عروس الشمال لكي يواكب ربما النهضة الاقتصادية التي تشهدها المدينة. فعلا أنه كان من العار والعيب أن نجد فريق يمثل مدينة كبيرة كطنجة وعنده هذه الجماهير الكبيرة جدا يعيش مشاكل دائما. صحيح. مشاكل مادية وصراعات. الآن فريق اتحاد طنجة بوجه جديد ووجه مشرف، شفنا بالأمس افتتاح المركز التجاري لفريق اتحاد طنجة على غير المراكز عندنا الصور السينمائية أخرى. فأظن أنه هذه المسائل دي مهمة جدا لتسويق صورة الفريق، وكذلك حتى موارد مادية أخرى، لأنه لما غادي تسوق المنتوج ديال النادي. نعم. فأكيد غتكون مداخل مادية قارة. أكيد. ومناسبة يعني المباراة مع الدفاع الحسن الجديدي كان لميكروفون ميدي أن تي في لقاءات متعددة مع فعاليات الفريق، منها المدرب السيد عبد الحق بن شيخة وأيضا المدافع الجديد الوافد الجديد إسماعيل بالمعلم. نتابع. ما نتكلموش على اللقب، حنا نتكلموا على عموما لوبجيكتيف ديالنا هو يبقى البوديوم، لان نعرفوا كاينه
كاينه دي ديفيكولتي اللي يكونوا كما كانوا عملوا. كاين فرق احسن منا، كاين فرق اللي منافسين ديجا يلعبوا في كؤوس افريقيا، متاهلين دومي فينال كؤوس افريقيا، لكن كل شيء ممكن في كره القدم. المشروع اللي في مدينه طنجه، فبلا شك ان اي لاعب يبغي يكون مشارك فيه يبغي يساهم منه، فالحمد لله نتمنى من الله عز وجل انه يوفقني. نحاول انني نخلي واحد نفوز مع الفريق بواحد اللقب اللي خول لي انني اسم ديالي نخليه في المدينه ديال اسم ديالي في المدينه ديال طنجه، كما كان معروف انني حققت القاب مع فريق الرجاء البيضاء وخليت الاسم ديالي. بالتوفيق المعلم، بالتوفيق لعبد الحق من شيخه لاتحاد طنجه. كما تفضلتي ربما السبونسور الاساسي لاتحاد طنجه هو جماهيره العريضه، فنتمنى ان نراها في لقاء الدفاع الحسني الجديد. فارس دكاله هو الاخر ولكن بطموحات متباينه. الان بن شيخه يطمح للبوديوم، عبد الرحيم طالت يقول لك لا، فوق طاقتك لا تلام، امكانيات المتاحه لا تؤهلنا لذلك. التشبيب ثم التشبيب وعناصر الخبره مع عناصر الشباب لمركز مؤهل لاحد المسابقات القاريه ولما لا المسابقه الاغلى كاس العرش. شفنا الموسم الماضي فريق الدفاع الحسني الجديد عانى كثيرا في بدايه الموسم، بعد ذلك في المرحله الثانيه من البطوله قدر انه يحقق نتائج ايجابيه. علاش؟ لانه كان في بدايه الموسم اشراك عدد كبير من اللاعبين اللي ما عندهمش تجربه، لانه قام بتشبيب وباستقطاب لاعبين من اقسام سفلى، لذلك تاخر في احراز النتائج. نعم. هذا الموسم سيكون بوجه مغاير. ولكن اسمح لي امين قاطعك، يعني قيل وقرأنا بأنه فريق الدفاع الحسني الجديد على حافة الإفلاس، يعني قبل الموسم ما يبدأ، ونتحدث عن أزمة مالية خانقة. نتمنى إن شاء الله من المسؤولين عن الدفاع الحسني الجديد يعني في أول تواصل أن يكون هناك مع وسائل الإعلام، أكيد لسنا نحن بالضرورة، ولكن أن يكون تأكيد على أن واقع الفريق جيد على المستوى المادي. لأنه الدفاع الحسني الجديد في المواسم السابقة دخل في صراع كبير مع أندية كبيرة في انتداب عدد من اللاعبين، هذا اللي خلاه يعيش أزمات. وبطبيعة الحال حدراف كون جاب واحد مليار جدد فعلا جدد لعدد كبير من اللاعبين ديالو، كناناح كحدراف كأقردوم أزارو لاعبين مهمين جدا، حافظ على التوابيت ديالو، إذا سيقول كلمته هذا الموسم. الاحتفاظ كذلك بالمدرب عبد الرحيم طالب لين، هالموسم مع الدفاع الحسني الجديد ما كانتش انتدابات كثيرة جدا، حافظ على التركيبة، هذا اللي قلت لك أنه ممكن هذا الموسم يعطي ارتفاع في ايقاع المنتوج. نعم. لانه الاحتفاظ بكل التوابيت اكيد، ودائما لا نغير الفريق الذي ينتصر، ولكن للاسف كان موسم شاق، موسم سيء للدفاع الحسني الجديد. اذا مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج ملاعب. بدون مقدمات امين، ساذهب لردود الفعل من خلال معسكر الدفاع الحسني الجديد لاول لقاء مع نادي اتحاد طنجه. اذا نتابع واياكم مشاهدينا ابرز ما قاله المدرب، مدرب نادي الدفاع الحسني الجديد عبد الرحيم طالب، بالاضافه لعميد الفريق زكريا حدراف حول مستقبل الفريق وايضا طموحاته هذا الموسم. من ناحيه ديال الاهداف المصطرم عند الاخوه المسيرين، وهذه السنه اللي غتكون سنه ديال تكوين فريق يقارع الفرق الكبرى، وحتى يعني لو كلاسمون ديالنا تكون بارمي لي سي بروميير زيكيب. ولكن الهدف الثاني هو اقحام عده عناصر شابين من المدرسه، وهذا ما قمنا به مع البحث في فريق الامال، قحمنا سبعه العناصر اللي ان شاء الله غتكون لا ريفيلاسيون هذا العام هذه. دونك فيو لي مويان اللي ما عندناش، معناها با بوكو دو مويان باش نقارنوا الفرق في الانتدابات الوزينه. فريق الدفاع الحسني الجديد هذا العام مستعد للبطوله الوطنيه بواحد الجو اللي هو عائلي، كيف ما كتشوف الفريق اكمليه عارف المسؤوليه اللي عليه. هذا الموسم كيف ما شرنا مع المكتب المسير اللي غادي باش نلعبوا على الثروا بلاص الاولين وبلوس واحد لاكوب اللي غالي علينا حتى هو تنفكروا فيه. هاد السيمانه ان شاء الله احنا في الدوبي ديالها باش غادي باش نكملوا بالفريق الاتحاد الرياضي الطنجاوي. كنعرفوا فريق اللي ماشي سهل، حتى هو عنده مكانه ديالو في البطوله الوطنيه. الواقعيه مطلوبه لا من طالب لا حتى من حدراف، مراكز اولى مؤهل المسابقه قريب بالاضافه للمنافسه على لقب كاس العرش. لانه رغم الازمه الماديه راه فريق الدفاع الحسني الجديد يحتفظ بالتوابيت ديالو وبالمجموعه كامله، اذا من حقه او نعم. طموح مشروع انه ينافس على ثلاث مراكز الاولى. نقطه نظام
جديدة تحتاج إلى ملعب مجهز، ملعب بمستوى فريق الدفاع الحسني الجديد بتاريخه العريق بجماهيره أيضا الوفية. صراحة فعلا الجديدة تحتاج إلى ملعب كبير، لأنه تعرفوا حتى الجمهور ديال الجمهور قوي جدا، وتحضر في عدد كبير من المباريات وعدد كبير من الديربيات، ما نسميوهش ديربيات ولكن دي كلاسيكو، لأنه الدفاع الحسني الجديد الوداد، الدفاع الحسني الجديد الرجاء، آسفي الكوكب، دائما حضور جماهيري كبير، الجيش الملكي حضور جماهيري كبير. نعم، على العموم بالتوفيق لفارس دوكالا، وإن كانت هناك إصلاحات داخل الملعب كانت في السنة الماضية وما قبلها، إلا أنه نتمنى ونطمح ان يكون هناك ملعب جميل جديد لنادي الدفاع الحسن الجديد في المستقبل، لما لا اولمبيك اسفي وشباب الريف الحسيمي ايضا لقاء ربما للتعرف اكثر على كيف مرت تحضيرات الفريقين وايضا على جديد الفريقين حيث الانتدابات، خاصه شباب الريف الحسيمي تخلى عن الصحابي، استخدم مدرب فرنسي، استخدم لاعبين من موناكو، رديف موناكو اكيد، من رديف باريس سان جيرمان، ويقال بان خافير بالبوا لاعب غيني الاستوائي، اللاعب الذي تدرج في صفوف نادي ريال مدريد، قد ياتي يوم الثلاثاء المقبل للتوقيع على عقد انضمامه لفارس الريف. فعلا فريق شباب الريف الحسيمي غير من الاستراتيجية المعتادة، لأنه قبل كانت انتدابات محلية لاعبين من البطولة الوطنية، هذا قبل جاب من هولندا، جاب رشيد حسني من فرنسا، ماشي بهذه الكمية، لأنه قبل كانت انتدابات من المغرب وتعزيزات قليلة من خارج المغرب. هذا الموسم يمكن نقولوا أنه ما كان أي انتداب من البطولة الوطنية المغربية، وكل الانتدابات كانت من خارج المغرب. صحيح. كذلك حتى المدرب، أنه تغيير فؤاد صحابي والقدوم بدومينيك بيجوتا الفرنسي، ممكن مشى في هذه الفلسفة هذه. أسفي احتفظ بهشام الدميعي نظرا للمجهودات الكبيرة اللي قام بها الموسم الماضي، وقدر أنه يحتفظ بالفريق في القسم الوطني الأول. كذلك ما كانش انتدابات كبيرة، حمدان من الجمعية السلوية لاعب وسط ميدان، العلاوي المهاجم في فريق المولودية الوجدية، وتجديد عقد الرامي. كاين مشكل مع اللاعب النملي وتم إبعاده إلى فريق الأمل، ممكن يكون له تأثير، ولكن أظن أنه هشام الدميعي له من الكفاءة ومن الدراية. نعم. ما يخول لأنه يقدر يجري المجموعة. ثنائي دوري الأضواء العائدون هما فريقين يعني سبق لهما الممارسة في القسم الوطني الأول، خنيفرة نتحدث عنه لم يطل المقام وعاد، شباب قصبة تادلة أطال المقام لسنوات قليلة ولكن هو الآخر بدوره عاد، واليوم لديهم لقاء، مواجهة صعبة، مواجهة الكل يبحث فيها عن بداية مثالية. الملاحظة الأولى هي أول مباراة تحت الأضواء الكاشفة في مدينة خنيفرة، المباراة على الساعة 7:15. فالملاحظة الثانية وهي كثرة الانتدابات لدى الفريقين بحكم الصعود ديالهم، وبالتالي تم تعزيز صفوفهم بعدد كبير من اللاعبين، ممكن أكثر من 15 لاعب. كذلك الاحتفاظ ببوطهير كمدرب لشباب أطلس خنيفرة، والاستعانة بمدرب مساعد تونسي اللي هو كريم زواغي اللي كان سابقا مع العجلاني. هشام إدريسي كذلك قبل الانتدابات، فأظن أن المباراة غتكون قوية. حوار مع فريقه السابق الذي حقق مع الصعود شباب أطلس خنيفرة. على العموم نتمنى الاستمتاع من ناديين عزيزين، مناطق جيدة أيضا أن يكون فيها أندية في القسم الوطني الأول، نفس الجهة، صحيح جهة واحدة، وغيكون بيناتهم ديربي، وأيضا ملعب لا خنيفرة ولا ملعب تادلة، يعني ملعب جيدة. تادلة استصلح هو الآخر قبل سنوات بعد صعود الفريق القسم الوطني الأول، خنيفرة الأجواء كانت ساخنة نوعا ما، فبالتالي في الصيف مزيان يلعبوا ليلا تحت الأضواء الكاشفة لنشاهد طبق كروي جميل، خاصة أن الجماهير الخنفرية تملأ الملعب عن آخره في كل المباريات التي يستقبل فيها الفريق. نشوف تصريحات خاصة من مصر من إداريين نادي الزمالك، تحديدا من علاء عبد الغني المدرب العام لنادي الزمالك، الذي تحدث عن أن الوداد لديه نقاط ضعف كثيرة على مستوى خط الدفاع يعطي أفضلية للهجوم، وأيضا تحويل الملعب من ملعب بالنسبة لملعب المباراة من بترو سبورت على ما أعتقد، الذي ربما يتسع لعدد كبير من الجماهير، وأن نعلم بأن الداخلية المصرية لا تصرح إلا لأكثر من 10,000 مشجع للحضور لمباراة سواء الزمالك أو الأهلي، ولكن تغيير الملعب باغي قوة جماهيرية ضاربة، لأنه الذهاب في مصر الإياب في المغرب، وأيضا يتحدثون عن دفاع ودادي ضعيف، لا أعتقد بأنه بتواجد مرتضى فال والعطوشي ويوسف رابح أنه في هناك من خلفهم العروبي أو عقيد أيا كان من سيحرص عارين الوداد أن هناك دفاعا ضعيفا، بالعكس الزمالك الذي يعاني وخسر من الأهلي وخسر لقب الدوري ولديه كثير من الإخفاقات، ودائما وأبدا مرتضى منصور يهدد بإقالة هذا الجهاز الفني والقدوم بجهاز فني آخر. فعلا شوف، هو تغيير الملعب حقهم أنهم يبحثوا على ملعب ليكون فيه حضور جماهيري قوي للضغط على الفريق الخصم، ولكن التصريح بأنه سيواجه فريق لديه دفاع ضعيف شوية معيقة، هذه حرب نفسية فقط، لأنه نتكلموا بالأرقام، الوداد البيضاوي كأقوى دفاع في المجموعتين استقبل 3 أهداف، زيسكو اللي قالوا عليه انه عنده دفاع قوي استقبل 9 ديال الاهداف. صحيح. كاضعف دفاع في المجموعتين، اذا زيسكو هو اللي عنده اقوى دفاع، زيسكو عنده اضعف دفاع والوداد اقوى دفاع، اذا هذه تبقى فقط حرب نفسيه وحرب كلاميه لا غير. بالتوفيق للوداد، وسنرى ان شاء الله ونتمنى الانتصار ذهابا
وإيابا السي أمين بوفال إلى ساوثهامبتون بعجالة. يعني يصر المدرب الفرنسي كلود بويل على استقدام بوفال، بداية غير موفقة لساوثهامبتون، تعادل مع واتفورد في المباراة الأولى، خسارة من أبناء مورينو مانشستر يونايتد. يريدون بوفال بأي ثمن كان، وقد تكون 30 مليون أورو أغلى صفقة في تاريخ ساوثهامبتون. إيقاع الدوري الإنجليزي سيفيد بوفال كثيرا، وبالتالي سيفيد حتى المنتخب الوطني المغربي. وساوثهامبتون كانت له تجارب عديدة مع لاعبين مغاربة كثر، قدروا أنه يبلوا بلاء الحسن ويشرفوا كرة القدم الوطنية. إذا بوفال بتغييره للدوري الإنجليزي سيكون إضافة كبيرة. إضافة كبيرة. ونمشوا لقرعة الدوري الأوروبي، الوقت يداهمنا. مانشستر يونايتد وقع مع فنربخشة وأيضا مع فاينورد روتردام الهولندي، ونستمع مشاهدينا الكرام لردة البرتغالي جوزيه مورينو بعد القرعة. هذه المجموعة جيدة إذا غيرت الفريق وأعطيت الفرصة لبعض اللاعبين خوض اللقاء ضد فرق دوري اليوروليغ دون اعتبار أن الفوز سيكون سهلا وأن الفرصة هي هدية بالنسبة لهم، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. ففنربخشة وفاينورد فرق سبق أن شاركت في دوري الأبطال، لذا سنخوض مباريات كبيرة. لقاءاتنا في إسطنبول وروتردام ستكون صعبة، وهي فرص جيدة بالنسبة للاعب الفريق. أعتقد الأفضلية لمانشستر يونايتد بدون مجاملة، بدون مراوغة، بدون أي شيء. طبعا الحال، لأنه الآن فريق مانشستر يونايتد هو فريق عصبة الأبطال وليس فريق اليوروبا ليج. المنافسة ستكون من سيصاحب مانشستر يونايتد بين فريقين، فريق هولندي وتركي، بمدربين هولنديين، ديك أدفوكات لفنرباشا وجوفاني فان بروكهوست المدافع الأيسر السابق لفاينورد وأرسنال وبرشلونة. وفان بيرسي رجع يلعب ضد ناديه السابق. على العموم، على العموم مانشستر يبقى دائما أبرز المرشحين، ولم يفز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي، يعني من باب العلم بالشيء. الموسم الجديد في أوروبا أيضا انطلق، البايرن يضرب بقوة سداسية في مرمى فيردر بريمن في 10 ثواني. أمين، سداسية كبيرة، خصك تشوف حتى الطريقة اللي تسجلوا بها الأهداف، أهداف رائعة جدا. ألونسو وليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ثلاث أهداف جميلة جدا، ضربة جزاء الأخيرة. لام كذلك سجل هدف جميل جدا. شوف وسط الميدان قوي عند فريق بايرن ميونخ، يتكون من أحسن من أيام غوارديولا أنشيلوتي، أحسن بكثير، لأنه الآن كل لاعبي في الفورمة، ألكانتارا، ألونسو وفيدال. كذلك خط الهجوم، ريبيري في كامل جاهزيته، مولر ليفاندوفسكي، هذا سداسي خطير جدا، تمكن بالامس انه يفوز. ريال مدريد غيواجه سيلتا فيغو اليوم. سيلتا فيغو جريح، انهزم في المباراه الاولى مع الفريق الصاعد ليغانيس، الان عليه التاكيد او الرجوع او العوده الى النتائج الايجابيه. اظن ريال مدريد لن يترك له هذه الفرصه. ونتابع ما قال زيزو في الندوه الصحفيه التي سبقت لقاء اليوم. انه لقاء حماسي، وهو الاول بين جماهيرنا. لقد بدأنا مباريات الليغا بشكل جيد وفي ملعب صعب بسان سيباستيان ضد ريال سوسيداد. هذه أول مباراة في ديارنا ضد خصم جيد، نعرف قدراتهم في اللعب ونحن جاهزون لخوض هذا اللقاء. في الدوري الإسباني دائما برشلونة أيضا لديه لقاء اليوم غدا عفوا، وبرشلونة يقدم حارسه الجديد الذي خلف برافو سيليسين على ما أعتقد اسمه، فعلا حارس هولندي، حارس سابق لأياكس أمستردام، حارس شاب. هنا غتكون المنافسة كذلك مع تيرشتيغن للمنافسة على الحارس رقم واحد، مع العلم أنه الألماني هو المرشح لنيل رقم واحد في إفسي برشلونة. نعم، ولكن هما كيديروا المداورة فيما بينهم، حارس دوري الأبطال، دوري الأبطال وحارس نعم في البطولة. فهذا هو المشكل اللي وقع ما بين برافو وترشيغن، لانه الكل بغى يكون الحارس الاساسي ويحرس في جميع المنافسات، لانه برافو ما كانش في عصبه الابطال اللي فاز فيها اف سي برشلونه، وبالتالي ما تحسبتش ليه في البالماريز. شكرا. برافو مشى لمانشستر سيتي وغيرجع يلعب مع برشلونه في نفس المجموعه. ونستمع لما قال مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا حول برافو وايضا جوهارت الذي يريد الرحيل عن مانشستر سيتي. George is still player of us, so I'm so happy what he leaves today. I know he's a legend for this club. I know it. جو لا زال يلعب لفريقنا، لذا أنا سعيد جدا، أعرف بأنه أسطورة النادي، وأعرف أيضا بأنه جزء من إنجازات الفريق التي تحققت، سواء الفوز بالدوري أو الكأس. لقد قدم المساعدة اللازمة لتقدم الفريق، وأنا سعيد جدا لأن الناس يحبونه. نتمنى أن ينتقم برافو من برشلونة وإدارة برشلونة حين يعود في دوري الأبطال. فعلا تكون عنده مواجهات صعبة، ما توصلش درجة الانتقام لأنه خرج من الباب الواسع. أكيد من إف سي برشلونة وخا حقرو. شكرا أمين بن هاشم. شكرا. وغدا غدا يوم استثنائي من برنامج ملاعب مشاهدينا، حيث سنستضيف البطل العالمي والأولمبي الملاكم محمد ربيعي فيما سيكون بن هاشم في إجازة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظرونا غدا يوم في نفس الموعد وعلى نفس القناة ميدي أن تي في. إلى اللقاء.